اهلا بيكم في فيلم جديد من قناة فيلم في السهرة. فيلمنا بيبدأ ببطل ألعاب قتالية اسمه مايك، وبيكون في طريقه للتمرين، وبيقول لنا انه معاه بطولات كتير جدا في الألعاب القتالية، بس حصلت له إصابة خطيرة منعته عن اللعب فترة كبيرة. وبيكون مايك قرر انه يرجع يلعب تاني لانه بعد الإصابة ما بقاش لاقي شغل ولا قادر يدفع إيجار شقته. ولما بيوصل مايك مكان التمرين بيقابل فينيس صاحب سارة التمرين، واللي كان مايك بيلعب لحسابه، وبيحاول يقنعه انه يرجع يلعب تاني لحسابه مرة تانية. لكن فينيس بيتكلم بطريقة وحشة مع مايك، وبيقول له انت لسه ما خفتش من الإصابة، وكمان انت سنك بقى كبير قوي. فبيقول له مايك انه عايز يلعب ماتش مع اقوى واحد عنده، ولو قدر يكسب يرجع يلعب تاني لحساب فينيس، لكن لو خسر هيبطل يلعب تاني وهيعتزل. بيعجب فينيس بالفكرة وبينده على افضل لاعب عنده عشان يلعب معاه مايك، والاتنين بيجهزوا وبيبداوا المباراة، وبيكون الاتنين اقوياء جدا ومحدش قادر يكسب التاني. لكن مايك بيقدر يوقعه على الارض وبيفضل يضربه، وبيقول للواقفين انا كده كسبت، لكن اللاعب التاني بيقدر يوقع مايك ويقفل على رقبته لحد ما بيغمى عليه وبيخسر مايك المباراة. وبعدها بيقرر مايك انه مش هيلعب تاني، وبيتأكد انه ما بقاش قادر يقاتل زي الاول، وبيرجع بيته وبيلم كل حاجته عشان يبدأ يدور على شغل جديد في مكان تاني، وبيدي القفازات بتاعته للاطفال اللي كان بيدربهم، وبياخد عربية وبيمشي. ولما بيوصل للمدينة الجديدة بينام في العربية بتاعته لانه مش معاه فلوس يقعد في فندق، والصبح بيقدم على شغل بيبقى طالب عمال بناء، وبيكون في مكان لعامل واحد بس، وبيكون مايك مطلوب منه انه يشتغل مع العمال ويهدموا المستشفى الموجودة في المدينة، وبينضي العقد عشان يستلم شغله في اليوم التاني. والصبح بيوصل لمكان الشغل وبيقابل العمال اللي هيشتغل معاهم، وبيكون واحد فيهم اسمه دياز، فبيفضل مايك يتكلم معاه وبيعرفه انه عنده ولدين وانه كان يتيم وتربى في الملجأ اللي كان موجود في المستشفى اللي هما بيهدوها دي، وانه شغال في المستشفى بالتطوع. وبيقول لمايك انه بيشبه عليه وبيفتكر انه شافه في ماتش قتالي مع لاعب تاني عشان كده قدر يتعرف عليه، وبيتعرفوا على بعض وبيبقوا اصحاب جدا. وفي اخر كل يوم مايك بيرجع ينام في العربية بتاعته، وبنشوف واحد اسمه اريكسون واللي بيكون عايش لوحده مع بنته اللي بتكون مريضة كانسر، وبيقول لنا ان مراته ماتت وان هو شغال حارس للسجن بتاع المدينة، وبسبب الشغل بتاعه بيجيب لبنته ممرضة تفضل معاها طول ما هو برا البيت. ولما بتوصل الممرضة بينزل اريكسون للشغل بتاعه، وبيكلم شركة التأمين عشان تبعت لبنته العلاج بتاعها والمرتب اللي هتاخده الممرضة الجديدة، وبيقول له كمان ان بنته محتاجة عملية ب 250,000 دولار. فبيقول الموظف ان شركة التأمين مش هتدفع غير 50,000 بس، وهو اللي هيدفع الباقي. فبيتعصب اريكسون لانه مش بيبقى عارف هيوفر المبلغ ده ازاي، وبيفضل يقنع الموظفين انه يلاقي حل، لكنه بيقول له ان مفيش اي حل. فبيقفل اريكسون السكة في وشه، وبيروح اريكسون للشغل بتاعه في السجن، وبتحصل خناقة بين 2 مساجين، وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبنعرف ان اسمهم جلاس ولاندو، وبنعرف انهم كانوا شغالين مع بعض في المخدرات، وكان لاندو معاه 3 مليون دولار فلوس العملية الاخيرة، والشرطة كانت بتجري وراه، فخبى الفلوس بتاعت العملية في المستشفى اللي هتتهد عشان محدش يقدر يوصل لها. وبنشوف جلاس وهو بيتصل باخوه ديكو عشان يدور على الفلوس في المستشفى وياخدها عنده، وفعلا بياخد ديكو رجالته عشان يدوروا على الفلوس، بس بيكون مقرر انه هياخد الفلوس ليه هو. وبعدها لاندو بيكون عايز يتكلم مع اريكسون عشان يقول له اللي حصل، لكن الحارس بيرفض، وبنعرف ان جلاسي بيرشي حراس السجن عشان يساعدوه، وكمان واحد من الحراس بيعرف جلاس ان لاندو عايز يقابل حارس السجن عشان يقول له على المكان اللي فيه الفلوس. وتاني يوم بيوصل اريكسون السجن وبيعرف من الحارس ان لاندو عايز يتكلم معاه، فبيطلب من الحراس انهم يجيبوه، وبيعترف لاندو لاريكسون عن الفلوس اللي شايلها في المستشفى. ومش بس كده، ده بيطلب من اريكسون انه يجيب الفلوس دي، وبيقول له انت لو عملت كده انا هديك كل الفلوس لانك محتاجها عشان تعالج بنتك. لكن اريكسون بيتجنن وبيفضل يضرب في لاندو، والحراس بتتدخل وبتمنعه، وبيرجع لاندو المستشفى السجن تاني بسبب الضرب اللي اتضربه من جلاس واريكسون. وفجأة بيدخل عليه اريكسون وبيقول له انه هيرجع له الفلوس عشان يقدر يعالج بنته، وبيطلب منه انه يقول له على مكان الفلوس. لكن جلاس بيكون عرف من الحراس ان اريكسون اتكلم مع لاندو، وبيتصل باخوه وبيطلب منه يراقب اريكسون وهو اللي هيوصله لمكان الفلوس. والصبح بيستعد اريكسون عشان يروح يجيب الفلوس وبيجهز كل ادواته، لكن بيبان عليه انه حزين جدا لانه طول عمره مش بيقبل رشاوي ولا بيعمل حاجه مخالفه للقانون، لكنه مضطر عشان بنته. ولما بيلاقي اريكسون بنته جايبه صاحبتها تقعد معاها، فبيعرف ان الممرضه ما جاتش عشان ما تدفعلهاش المرتب، وبياخد اريكسون القرار انه هينفذ العمليه، وبيسلم على بنته وهو بينزل، وبيكون ديكو واخد رجالته عشان يمشوا ورا اريكسون. وبيبقى مايك شغال في المستشفى مع باقي العمال، وبيلاقي دولار موجود على الارض، وبعدها بيلاقي كيس كبير في شنط فلوس، فبيداريهم عشان يرجع ياخدهم تاني من غير ما حد ياخد باله. وبعدها بيدخل المهندس عشان يقول لهم انهم كده خلصوا شغلهم وهيكملوا هدم المستشفى بالديناميت، وده هيحصل النهارده الساعه 5، وبيدي العمال مرتباتهم وبيمشيهم.
وبيكون مايك ودياز رايحين البار، لكن مايك بيقول له انه نسى بطاقته في المستشفى ولازم يرجع يجيبها. ولما بيرجع للمستشفى بينط من على السور وبيروح للفلوس وبيلاقيها وبيكون مبسوط جدا، لكن بيسمع فجأة صوت حد فبياخد الفلوس وبيهرب. وهو خارج بيلاقي اريكسون وهو بيدور على الفلوس، وكمان ديكو ورجالته بيوصلوا للمستشفى، لكن الحارس بيمنعهم انهم يدخلوا، لكن بيقولوا له انهم تبع شركة الصيانة، فبيقول لهم ان في ديناميت هينفجر بعد ساعة ونص وبيمنعهم، لكن واحد من العصابة بيقتله. وبيدخلوا المستشفى بيدوروا على اريكسون، ولما بيشوفهم مايك بيطلع لفوق بسرعة، لكن بيعمل صوت فبيعرفوا مكانه وبيهرب بسرعة وبيخبي الفلوس في اوضة، وبيطلع هو يقف على شباك عشان محدش يشوفه، وبيلاقي اريكسون واقف نفس الوقفة وبيعرف ان في ناس كتير عايزة الفلوس. وبعدها بيروح دياز صاحب مايك المستشفى عشان يدور عليه، لكنه بيقابل العصابة وبيعرفوا منه ان مايك واريكسون في المستشفى، وبيلاقوا معاه الدولار اللي مايك ادهوله قبل ما يمشي، فبيفتكروا ان هو اللي سرق الفلوس، فبيقتلوا ديكو لما بينكر ان الفلوس معاه. وبيشوف مايك اللي حصل وبيزعل على صاحبه جدا وبينده عليهم، فبيجروا بسرعة ناحيته وبيكون مايك عايز يقتلهم، وبيطلع واحد لمايك فبيضربه وبيرميه من فتحة الاسانسير، وبيهجم عليه واحد تاني، وبعدها بتهجم عليه باقي العصابة، وبيقولوا ديكو انهم مسكوا مايك، لكن مايك بيضربهم وبيهرب وبينزل في ممر طويل جدا وبيوصل للدور الارضي، لكن بيمسكوا اريكسون وبيسألوا عن الفلوس، لكنه بيقول له ما يعرفش عنها حاجة، فبيضربوا اريكسون وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيجي واحد من العصابة يهددهم انه هيقتلهم، وبيبلغ باقي العصابة انه مسكهم، لكنهم بيقتلوه وبيكملوا ضرب في بعض، وبيكون كل واحد فاكر التاني انه تبع العصابة، لكن بيهجم عليهم واحد من العصابة وبيكون اسمه جيمس، وبيضرب عليهم نار فبيهربوا هما الاثنين، وبيفضلوا يجروا ورا مايك فبيتعلق في الشباك بخرطوم المطافي، وبيضرب ديكو نار عليه فبيرجع تاني للأوضة، وبتكون كيت واقفة قدامه بالمسدس عشان تقتله، لكن اريكسون بيتدخل وبيضربها، ولما بتخبط في الشباك بيضرب ديكو عليها نار فبتقع من الشباك وبتموت، وبيزعل ديك عليها لأنه كان بيحبها، لكنه بيقرر يقتل مايك. وبيكون مايك واريكسون بيتفقوا انهم هيساعدوا بعض عشان يهربوا، وبيلاقي اريكسون مايك متعور فبيعالجه، وبيكون رجال الديكو وصلوا عندهم فبيضربهم مايك وبيقتلهم، وبيكون فاضل نص ساعة بس والمستشفى هتنفجر، وبيقول اريكسون لمايك انهم يهربوا بسرعة، لكن مايك بيقول له انا هقتلك لو ما قلتش انت بتعمل ايه هنا. فبيحكي اريكسون لمايك انه بيعمل كده عشان يساعد مجرم عنده في السجن في مقابل انه يقدر يعالج بنته المريضة، وبيرن تليفونه وبتكون بنته هي اللي بتتصل بيه وبتقول له انه راجع بعد شوية للبيت، وهنا بيصدق مايك كلام اريكسون، وبيروح يجيبوا الفلوس وبيديله شنطة واحدة وهو بياخد اتنين، وبيكون فاضل دقايق والمستشفى تنفجر، وبيحاولوا يهربوا لكن بيجي وراهم ديكو وجون وبيضربوا عليهم نار، فبيهرب بسرعة هو واريكسون، وبيوصلوا للسلم وبيكون ديكو بيضرب نار على مايك فمش بيقدر يروح ورا اريكسون، وبيقول له اهرب انت عشان بنتك، ولما بيهرب بيهجم جون عليه وبيضرب عليه نار لكنه بيقتله، وبيركب العربية بسرعة، وبيكون مايك وديكو على سطح المستشفى، وفاضل نص دقيقة بس والمستشفى تنفجر، وبيكون ديكو خلص الذخيرة بتاعته وبيهجم على مايك وبيفضل يضرب فيه، لكن ديكو بيمسكه من رقبته وبيكون قرب يغمى عليه، لكنه بيفتكر انه حصل معاه نفس الموقف ده، وبيقدر يضرب ديكو ويهرب من المستشفى، ولما بينزل بيلاقي اريكسون مستنيه في الشارع بالعربية، وبينط بسرعة مايك في العربية، وبيكون ديكو على السطح لحد ما المستشفى بتنفجر وبيموت، وبيكون مايك واريكسون هربوا، وبيقدر اريكسون يعمل العملية لبنته، وبيروح مايك لمرات دياز ويسيب لها فلوس عشان تقدر تعيش بيها، وبيسيب مايك المدينة وبيسافر عشان يبدأ حياة جديدة، وبكده بيكون فيلمنا خلص، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل الملخصات الجديدة، وما تنساش تشترك في قناة فيلم في السهرة، مع السلامة.